بتغيري من هنا صح؟ على فكرة يا عمر حضنك حلو قوي. انت تستعبطي حضني بس كل ده وتقولي حضنك حلو؟ لا كل حاجة فيك حلو. انا هغمض عيني وهفتحها فجأة، المكان اللي هتكون عيني باص عليه هحط ايدي عليه. قشطة؟ قشطة. استنى اجيب حاجة. خلي بالك انا كده بسخن بس. ها انت لسه مشفتيش حاجة؟